نبدأ مع السادة المشاهدين بأول خبر بنطلعه من صدر الصفحة الثانية. الخبر بيتحدث حول لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء القمة الإفريقية بأديس أبابا. الخبر يقول: الرئيس خلال عرضه لتقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات في قمة أديس أبابا بيركز على عدة محاور، يمكن بيقول لابد من موقف إفريقي موحد في مواجهة التحديات اللي بتفرضها التغيرات المناخية، أيضا التزام الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار لإفريقيا بحلول عام 2020. مطلوب العمل على تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر. يمكن مجموعة محاور كثيرة ركز عليها الرئيس في أجندته. يعني كيف تقرأ هذه القمة؟ بداية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستعرض أمام القمة الأفريقية في أديس أبابا ما حدث في اجتماع باريس اللي كان مخصص للتغيرات المناخية، وكان في وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ممثل القارة الأفريقية. بسبب الموقف الأفريقي الموحد الذي عرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس، حصلت الدول الأفريقية جميعها على دعم في هذا المجال ب 100 مليار دولار لغاية 2020، لأن كان الأول الدول النامية هي اللي بتدفع ثمن التغيرات المناخية وكل التلوثات اللي بتحصل كلها، فهي كانت كل الدول الأفريقية هي بس اللي هي بتعاني من كل الانبعاثات والتأثيرات المناخية والتصحر وعدم التكيف وكل التكيف مع البيئة. اللي حصل مع توحد الدول الأفريقية في موقف واحد كان ده موجود في اتفاق باريس، بدأت الدول الأفريقية الدول المتقدمة لقت ان الأفارقة يعني في موقف واحد، فبدأت تدعم المشاريع الطاقة المتجددة ومحاربة الفقر والتصحر وكل الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية اللي كانت بتبقى بالسلب على الـ على الـ على الأفارقة وعلى الأفريقيين كلهم. طب أستاذ قاسم، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الأهداف اللي ربما ركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة تطبق بشكل واقعي على أرض الواقع؟ ما هو حضرتك بقول لحضرتك إن بعد ما اتخذ موقف أفريقي موحد كان دايما اللي ينقص الدول الأفريقية كلها المشاريع اللي هي الطاقة المتجددة والتكيف مع التغيرات المناخية، فكانت كلها موارد مالية ضخمة جدا كانت تنقصها بسبب الفقر الموجود في الدول الأفريقية، وحتى المشاريع التنمية الكبيرة جدا كانت بتنقصها التمويل. ضخ الدول الغربية اللي مبلغ 100 مليار دولار لغاية 2020، أنا أعتقد أن ده هيساعد بجزء كبير لحل أزمة كبيرة بتواجهها القارة الأفريقية كلها. فده يعتبر نجاح لاتخاذ موقف موحد عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه في قمة باريس. إذن هو الموقف الموحد للدول هو الأساس وما تصبو إليه القمة. طبعا خلينا من النقطة دي ننتقل لخبر آخر بنطلعه من الصفحة الأولى. الحقيقة هو خبر اقتصادي بيتحدث حول القرار الجمهوري بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من الواردات. زيادة الجمارك بنسب تتراوح بين 5% ل40% على سلع كمالية. القرار بيشمل المكسرات والفواكه المستوردة وأغذية الحيوانات الأليفة ومستحضرات التجميل. يعني تعقيب حضرتك على هذا الخبر. هو ده قرار متوقع، يعني كل احنا الخبر عنوانه الرفع الجمارك على السلع الكمالية، السلع اللي ممكن يعني ما بقاش مش كل المصريين محتاجينها. وده يعني حتى تحت الخبر بيقول ان تصنيفها مستحضرات التجميل، أغذية الكلاب والقطط، الحيوانات الأليفة، الأجهزة المنزلية المستوردة، حتى الفواكه اللي ليها مثيل محلي يعني ليها عليها جمارك، وده كله وأدوات المطبخ وكل السلع والشنط والحاجات اللي هي ايه ده كله. ده حضرتك بيبقى ايه ميزته ان القرار مش ان انا برفع جمارك لان هو الراجل القادر يشتري ده وهيشتريه باي سعر، لكن هو انا بخفف لكن مش ممكن يتاثر المستهلك او يتحمل جزء من هذه الزيادات. ما دي اسعار كماليه، دي سلع كلها كماليه، يعني سلع مش ليه اساسيه. انا بالعكس انا مؤيد هذا القرار لان ده هيخفف عن
السلع الضرورية، لأن احنا كنا الأول يعني كنا بنتكلم دايما في الاقتصاد عن السياسة المالية والسياسة النقدية. أنا من لما كنت بخفض الدولار فبيستفيد منه كله، أنا من أروح أدي بتاع حاجات ائتمانية للناس تستورد وأنا بحافظ على سعر الدولار، فأنا بدعم السلع الكمالية دي. فانا مش قادر يعني انا ما ادعمهاش لان بحافظ على السلع على الدولار، لان الدولار لو ارتفع هيرتفع كل الاسعار، السلع الضروريه والسلع الكماليه. رفع الضرايب الجمارك على دوت، ده معناه ان انا بدي فرصه ان بقى تخفيف العبء عن الدولار وتوفيره لتوفير السلع الرئيسيه للمواطن اللي هي السكر والشاي والرز والدقيق والقمح وكل السلع اللي يحتاجها، العدس الفول كل السلع الحاجات دي المواطن المصري بيحتاجها. لكن المواطن المصري الحاجات اللي من ما اقول ان انا مواطن هتبقى عليه عبء، لا هو يعني بالظبط يعني ده اغلب اللي هيستخدموا الحاجات دي اغلبهم يعني القادرين، جزء ممكن يتاثر حاجه بسيطه اللي هو. طب يعني هل ممكن ينعكس ده بشكل ما او باخر على الاقتصاد المصري؟ اكيد ان هو هنوفر ان احنا اللي هيستورد السلع دي وليه مستهلك ليها هو يستوردها بنفس الاسعار دي، بس يعني هتبقى الحاجه بمبلغ هترتفع 40% او 20% حسب الاسعار بتاعته، اللي هيشتريها هيشتريها، ده القادر. لكن ده هيوفر طبعا موارد اضافيه للموازنه العامه، يعني من شأنها ان ترفع من الاقتصاد المصري، مش هتدعم ان انا ممكن اوفر دوت ان انا استورد بيه السلع الاساسيه. طيب خلينا ننتقل لخبر آخر بنطلعه من الصفحة الثالثة، بنقرأ خبر حول البرلمان وآخر ما قالت إليه الأوضاع في البرلمان. لائحة البرلمان تتراجع عن استدعاء المحافظين، أبو شقة نحاول تفادي عدم الدستورية وتوافقنا على مشاريع القوانين على مجلس الدولة. يعني كيف تقرأ هذه التصريحات؟ المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب كان في بعض الاقتراحات ان يبقى هيئة المكتب مكونة من 7، لكن هو يعني رأى ان ده هيبقى مخالف للدستور واكتفوا ان يبقى هيئة المكتب بتاعت مجلس النواب هتبقى من الرئيس والوكيلين كما موجود في الدستور، لان الدستور بينص على كده. في اللي هو تراجع عن استدعاء المحافظين، هو كان في بعض الاقتراحات ان المحافظ يجي يستدعى مباشرة مثل الوزراء، لكن رأوا برضو ان ده عدم دستورية، هتبقى فيه تشوب عدم دستورية، فهيرجع ان هو المحافظ يتبع وزير التنمية المحلية، فلو في حاجة في المحافظات هيتم استدعاء وزير التنمية المحلية. قال المستشار بهاء أبو شقة في الموضوع ان هو توافقنا على عرض كل المشاريع على مجلس الدولة، يعني كل القوانين اللي هنعملها هنبعتها لمجلس الدولة قبل اقرارها، وده معناه اللي برضو لان يكون متوافق مع الدستور الجديد. فده المنوط بالخبر ان هو كل القوانين هتعرض على مجلس الدولة قبل اقرارها. طيب يعني هل حضرتك شايف انه هذه القرارات اللي تم ربما الانتهاء منها او التراجع عنها يمكن ان تصب بالفعل في صالح الدولة؟ هي اللائحة اللي بتتعمل هو بيتبع فيها، لان المستشار بهاء شقة ده فقيه قانوني كبير، فهو بيعتقد ان يعني مش عاوزين يعملوا اي قوانين داخليه في اللائحه تشوبها عدم الدستوريه، يعني مثلا تنظيم تعديل الدستور لازم يكون بثلثي الاعضاء، او يعني يعتبروا ان هم بينفذوا اللي ما اتى به الدستور هم هينفذوه ويتم تفعيله في ظل القوانين. فهو مثلا اللائحه بتقول ان الوكيل الدستور بيقول ان المجلس الشعبي يتكون من الرئيس هيئه المكتب من الرئيس والوكيلين، فهو يعني بيلتزم بدوت برضو ان استدعاء المحافظين لا هيرجع للوزير المختص. دي كلها لائحه داخليه، ليس الا داخليه لتنظيم العمل داخل مجلس النواب ليس الاعلى. إذن هي قرارات متفق عليها طبقا لقواعد البرلمان ومتفقة مع الدستور. نعم. طيب خلينا أيضا مستمرين في الصفحة الثالثة، ولكن تقرير حول حوادث الطرق بسبب حالة الطقس السيء. بنقرأ الخبر يقول شبورة طوبة تحصد أرواح المصريين، 31 قتيل و64 مصاب في حوادث طرق بخمس محافظات، اصطدام 25 سيارة بالكريمات وقطار العياط يدهس سيارة بركبها.
يعني الحقيقة خبر محزن للغاية، ويمكن بنتابع كل عام في مثل هذا التوقيت بيحدث مثل تلك الحوادث. هي للأسف الشديد ان يعني النهاردة حوادث منتشرة من أقصى الجنوب يعني او جزء من جنوب الجيزه، كان في عامل مزلقان سمح لسياره اجره تعدي على المزلقان وكان شايف القطر، فالقطر جه دهس العربيه كامله، وكان من المؤسف ان هي السبعه اللي ماتوا سته من اسره واحده، ام واربع اولاد او خمس اولاد اولادها. الناحية الثانية الحادثة المفجعة اللي كانت موجودة، تصادم 25 سيارة في طريق الجيش الشرقي الصحراوي الشرقي اللي مطلق عليه الجيش عند بوابة الكرومات بسبب الشبورة، اصطدمت 25 سيارة، ويعني المصابين وصل يعني هي وحادثة الجيزة وصلوا 22 وفاة. الناحية الثانية في 17 طفل أصيبوا برضو، كانوا راكبين جرار زراعي في الطريق الإسماعيلية لتجميع البطاطس فإصابات. الناحية الثالثة برضو في البحيرة على الطريق الدولي في عربية اصطدمت برضو نتج عنها اثنين وفاة. في كفر الشيخ في عربية نقل اصطدمت بميكروباص أصيبوا برضو إصابات بالغة بعض الناس. يعني أعتقد أن مش بس الشبورة هي المسؤولة عن الموضوع، لكن هي حالة بعض الطرق، حالة الرعونة من بعض السائقين، تشديد على الإجراءات السلامة ان هو التعاطي المخدرات مع السائقين، ان احنا نعرف الطرق السريعة دي اغلب المتعاطي المخدرات ممكن ينام هو سايق الميكروباص او العربية. يعني طب ازاي ممكن نحد من الموضوع ده؟ يعني هل في اجراءات يجب ان تتخذها الدولة للحد من هذه الموضوع؟ ايضا هل يجب ان تكون هناك نظرة متفحصة ومدققة لحالة الطرق في مصر؟ هي طبعا احنا بنتكلم على منظومة متكاملة، الحادث عامل بشري وطرق ومزلقانات واخطاء بشرية، دي كلها عوامل بشرية، عوامل كلها متجتمعة بتعمل حوادث. احنا الحوادث العدد اللي بيموت في الطرق الحوادث ما بيحصلش ده في العالم، يعني انا يعني ازعم ان ده ارقام مخيفة. شبكة الطرق الكبيرة المزمع الدولة تعملها الفترة القادمة مع إصلاح الطرق الجديدة، مع التشديد على اللي احنا خدنا فترة كبيرة جدا على تعاطي السائقين المخدرات والكشف عليهم، وبعد كده اللي معرفش الموضوع خمد تاني وسكت ولا ايه، يعني هل مستمر؟ احنا عارفين ان اغلب يعني مش اغلب عشان ما نتهمش العموم، ان السواقين اللي بيسوق مسافات طويلة بيعتقد انه لو خد ترامادول او خد مخدرات هو بتساعده على الانتباه، وده خطأ. طب هل ممكن الدولة تتخذ اجراء بمنع سائقي النقل الثقيل بالسير في مثل هذه الأوقات؟ في بعض الطرق اللي تم التشديد عليها، لكن حضرتك الممارسات في الطرق الصحراوية الكبيرة ان السائق النقل اللي هو بيبقى ليه طريق معين او حارة معينة هو مش بيلتزم بيها، وبتبقى يعني معاه وراه مقطورة فيها يعني طول وراها حوالي 20 متر وهو بيتعاطى المخدرات، فده خطورة بالغة عليه هو وعلى الناس اللي بتسوق. النهاردة الطرق يعني النهاردة السفر على الطرق الصحراوية بقى محفوف المخاطر، يعني بقت في مشكلة كبيرة جدا في الطرق السريعة بعدم التزام بقواعد الأمان، بعدم التزام حتى بحزام الأمان، بتعاطي المخدرات، بعدم يعني التشديد، السرعة الزائدة، الرعونة، دي كلها دي أسباب بتدينا كل يوم الخبر اللي بقى العادي في الصحف المصرية إن كل يوم في حوادث طرق. إذن يعني هي منظومة كاملة تحتاج لإعادة نظر من الدولة تتمثل في أحوال الطرق، كذلك يعني ربما طريقة أو عادات السائقين في الرعونة عن طريق القيادة وغيرها من الأسباب، منظومة متكاملة للنقل. خلينا ننتقل لخبر آخر متعلق بالصحة بنتابعه من الصفحة 9، تقرير عن تدني حالة المستشفيات الحكومية. الصحة بعافية تعاني من انهيار الخدمات وضعف الكفاءات، المستشفيات الحكومية تبحث عن علاج المبتسرون تحت رحمة الحضانات، نقص الطواقم الطبية أبرز المشكلات، وتراجع الأجور يفاقم الأزمة. هي الـ الأزمة أن الملف الوفد بيفرض مساحته على المستشفيات والأطفال المبتسرين والعناية المركزة، الأزمة اللي بنواجهها كل يوم. المريض مين اللي بيذهب إلى المريض المستشفيات الحكومية؟ المريض الفقير، المريض الفقير اللي هو يعني بيلجأ للمستشفى اللي مش هيقدر يتعالج في المستشفيات الخاصة،
فبنيجي بقى لرصد الاماكن النهارده حضرتك بقى في صعوبه بالغه لو مريض لو طفل صغير ودي عدد وفيات الاطفال عدد كبير جدا ان الطفل والده الفقير او اسرته المتواضعه تبحث عن يعني عن حضانه ما بتلقاش في الاماكن لان غير متوفره في الرعايه المركزه نفس الحكايه في المستشفيات يعني حدث ولا حرج المستشفيات كلها دلوقتي المريض بيجيب كل حاجه من بره لان برضو حتى الاطباء بعد زياده مرتباتهم وبعد زياده البعض اللي مش هنقول كل الاطباء يعني في بعض الاطباء في المستشفيات الحكوميه لا يؤدي دوره يعني انا اعتقد ان منظومه التامين الصحي اللي هي دوله مزمع تنظمها ان توفر تامين صحي شامل اعتقد ان ده الحل النهائي ان احنا نعالج الناس لان برضو حالات الوفيات اللي هي نتيجة الأخطاء الطبية نتيجة الإهمال نتيجة عدم حتى الحصول على العلاج بتساوي الحوادث في الطرق دلوقتي. هل ده راجع أنه الطبيب ما بيأديش دوره بالشكل الأمثل لتراجع الأجور أيضا؟ مش كده برضو لكن هي الفكرة أن حتى الطبيب مش هنعلق عليه كل الشماعة الطبيب أحد يعني أفراد المنظومة. يعني هو الطبيب بيقولوا له أقف في المستشفى الحكومية العامة دي وما بتديش غير للمريض غير قرطاس دواء في بعض الأدوية المضادات الحيوية يعني عاوز يعمل أشعة ما فيش جهاز الأشعة بيبقى معطل أحيانا تحاليل مش متوفرة المريض طب هو بيعمل ايه الطبيب ما هو برضو ده هو المريض الطبيب لما بيقول للمريض روح هات شاش بره من بره وهات قطن وهات سرنجات وهات عشان اديك العلاج ما هو ما عندوش يعني هو مش متوفر له المريض او منظومه العلاج كلها هي ناقصه ليه؟ لان طريقه العلاج ان انا ما اعرفش مين المريض اللي هيجيني يعني المستشفى اللي بيقول عليها المستشفى العامه اللي في منطقه معينه هي مش عارفه تعالج مين عشان كده لو التامين الصحي الكامل اللي هو بيبقى المريض بكارت معين يروح يتعالج ويدفع جزء والدوله تدفع جزء زي ما موجود في الشركات التامين الخاصه دلوقتي في بعض الجهات الحكوميه او القطاع الخاص بيجيب دلوقتي العاملين بتوعه شركه قطاع خاص ويدفع الموظف جزء والشركه والمؤسسه اللي هو يتبعها والجهه اللي تبعها بيدفع جزء فبتلقى علاج في جميع المستشفيات الكبيره الخاصه وفي مستوى من الرضا بيبقى نسبه عاليه ان نتلقى العلاج عند الاطباء الكبار عند المستشفيات الكبيره عند عاوز اعمل عمليه عاوز اعمل اشعه في مركز تحاليل في مركز اشعه معمل تحليل كبير لكن المريض اللي هي المستشفيات الحكوميه المسماه بالحكوميه او العامه هي للاسف الشديد امكانيات متواضعه واحنا سايبين المريض اللي هو يجي الصبح لغايه ما يجي الدكتور او وزحام شديد الاسره صعبه جدا طب يعني يمكن التلوث ونقل الامراض بقت نسبته عاليه جدا يمكن الخبر ايضا ذكر فيه النقطه الخاصه بنقص الطواقم الطبيه يعني هل هذا النقص في عدد الاطباء راجع لربما تدني الاجور ايضا بعض الاطباء طبعا هجروا المستشفيات الحكوميه وذهبوا الى مستشفيات خاصه او سافروا خارج مصر هي دي اللي حصل لكن هل احنا عندنا نقص في الاطباء الخارجين عندنا زياده عندنا اطباء كليه الطب بتخرج كل سنه كليات التمريض بتخرج كل سنه يعني ما عندناش احنا مش هنستورد اطباء احنا عندنا الاطباء الشبان اللي ممكن يتم تكليفهم وعمل المشكله مش في الاطباء بقول لحضرتك ولا في المريض عاوز بيروح المستشفى وهو مضطر يعني هو لو معاه فلوس مش هيروح فهو اللي رايح هو المريض الفقير فالمريض الفقير بيوصل لمرحله انه ما ياخدش العلاج بتاعه فممكن حالته لا اما تتدهور لا اما يعني يتوفى داخل المستشفى لا اما ياخد علاج غير مؤثر يعني عاده انا اقول لحضرتك حاجه غريبه يعني بعض المرضى في التامين الصحي يقولوا دايما المقوله المشهوره ان الدواء بتاع التامين الصحي الماده الفعاله اقل من الدواء اللي خارج ولم يحسم هذا الموضوع حتى الان يعني المريض يمكن دي فكره كمان تم ترسيخها في ذهن المواطن ايضا لان بيدوا له الدواء مش بالاسم التجاري بيدوا له الدواء بالاسم العلمي فبيسال فهي دي المشكله عنده طيب مش هنروح بعيد عن الملف الطبي احنا في نفس الملف ولكن هننتقل للصفحه الثامنه 50% من مرضى الاكتئاب لا يحصلون على العلاج الاكتئاب هو ثالث اكبر الامراض انتشارا في العالم يعني يمكن دي دراسة مخيفة انه الاكتئاب يعتبر ثالث اكثر الامراض انتشار في العالم و 50% من المرضى للاسف لا يحصلون على العلاج لهذا المرض هي هو دلوقتي ثالث لكن في 2020 30
هيبقى رقم واحد. يعني هو جاي بعد الامراض التنفسيه والاسهال اللي دلوقتي الامراض التنفسيه، لكن في 2030 يعني بعد نقول 50 سنه هيبقى رقم واحد، وبعديها تيجي امراض القلب وحادث السيارات وجلطه المخ والسده الرئويه الامراض التنفسيه. يعني احنا هنرجع تاني نقول ان مرض الاكتئاب هيبقى رقم واحد في 2030. الاكتئاب كمرض مرتبط دلوقتي بالامراض العضويه، ودي ده سوء، في سوء تشخيص في الموضوع. يعني ايه حضرتك؟ يعني مثلا واحد بيكون عنده اكتئاب بس اعراضه اللي عنده بتبقى اعراض لا اما زغلله لا اما الام في الظهر لا اما رعشه، دي يعني حاجات كده كلها امراض، فبيروح للدكتور الباطني يتعالج عنده. فكره ان المريض 50% لا يحصل علاج مش لاني عدم توفر العلاج، لا، هي الفكره ان بعض المرضى بياخدوا لبس في التشخيص، بعض المرضى بياخدوا العلاج الاكتئاب فبيحصل لهم اثار جانبيه، فدول بيوصلوا لحوالي 70% فبيتوقفوا العلاج. هي الدراسه دي كانت بمناسبه ان في ادويه جديده نزلت عن الاكتئاب، وبتقول ان المرض الاكتئاب على عكس ان هو 6% على عكس ما كان بيقول المصريين ان هم مكتئبين، ان مصر المصابين في الاكتئاب 1.5 مليون كمرض اكتئاب، وربط الاكتئاب بمرض السرطان. يعني طب ازاي ممكن نحدد التشخيص السليم والصحيح حتى لا يعني ربما لا نفقد اي من المرضى في اتجاه مخالف غير التخصص الذي يعانون منه؟ يعني انا اقول لحضرتك ان مثلا الاكتئاب اللي خلاه وصل للمرحله دي ان في 6% من المصابين في العالم مصابين بالاكتئاب. الاكتئاب مش ان انا اكون متضايق، ان انا اكون زهقان يبقى انا عندي اكتئاب. يعني من ما اقول انا مكتئب دي يعني، او المصابين مكتئبين ده اسلوب خاطئ. لا، هي الاكتئاب مرض نفسي بيعالج عند الطبيب النفسي. لكن الامراض اللي هي تختلط بالامراض العضويه هي دي الازمه. عشان كده بقول لحضرتك ان بعض المرضى بياخدوا الادويه اللي يروح للدكتور العضوي الدكتور الباطني فيعالج الاعراض اللي هي الاكتئاب. نعم، وصلت الفكره في هذا الموضوع. بشكر الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده الوفد الاستاذ قازم فاضل، شرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. أيضا مشاهدينا الشكر موصول لكم، غدا بإذن الله حلقة جديدة والصحافة اليوم، إلى اللقاء.